بعد الاستماع لمختلف العروض والمناقشات، نوه الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بالجهود التي تبذلها الدولة لإعادة تأهيل القصبة بالعاصمة، كما ذكر بالالتزامات المتخذة من قبل الحكومة لحماية هذا التراث الوطني والعالمي. وبهذه المناسبة أشار الوزير الأول إلى المسعى الذي انتهجته الحكومة حسب توصيات لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، مؤكدا أنه سيتم رفع تقرير مفصل حول وضعية حفظ قصبة الجزائر ليرسل إلى مركز التراث العالمي لليونسكو تزامنا مع الدورة 44 المزمع عقدها في غضون سنة 2021 بباريس. السيد عبد العزيز جراد شدد على الأهمية التي يجب أن يحظى بها الجانب المؤسسات المخصص لتسيير برنامج إعادة تأهيل هذا الموقع التاريخي، كما يجب على هذه المؤسسات أن تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنسيق الدائم لمختلف الشركاء في هذا البرنامج. وعليه أوصى الوزير الأول بضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية تقييم مختلف البرامج الاستثمارية وتقييم إنجازاتها، كما أصدر السيد الوزير الأول تعليمات إلى جميع القطاعات المعنية لحملها على إعداد خارطة طريق مشتركة من أجل وضع استراتيجية شاملة لحماية القصبة ومتابعة أعمالها من أجل ضمان تكفل أفضل بهذا الملف.